اكتشفت على ايديها انه انا من الناس اللي لما بتحلم حلم بيتحقق، وللاسف احلامي كلها كانت احلام وهي فسرتها واتحققت الحمد لله. وباذن الله طبعا كل حاجه بتحصل باذن ربنا سبحانه وتعالى. منوراني، مشرفاني، وحشتني جدا 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 صديقه البرنامج، وموجوده معانا في كل المواسم وانتوا بتحبوها قوي قوي قوي، اسماء سالم. نوراني. وانت كمان يا حبيبتي، والله العظيم وحشاني جدا جدا يا رب. وانت كمان يا رب حبيبتي، ربنا. اخر مره اتكلمنا فيها كنا بنقول في الفاصل في شهر واحد حلم تحلم. الحلم كان اصعب حلم تقريبا انت وقتها حكيتيه لي، وانا من عادتي دايما يا رضوى ان اي منام بتبقى فيه حاجه مش حلوه دايما ما كنتيش عايزه تفسريه بالظبط، ابقى بعتذر عن تأويله واصر على، وانا فضلت اضغط واضغط واضغط. فاللي هو الجزء الخاص بفقد عزيزي. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. احنا فتحنا صفحتنا هي بس اللي على الفيسبوك، موجود اسماء سالم تقريبا يعني داخلين في 1000 حلم على الفيسبوك، هنحاول نغطيهم دلوقتي، هندخل التليفون. بس خلينا نتكلم رؤيه القبور في الاحلام، تفسيرها ايه؟ هقول لك يا رضوى، اولا في ناس كده لما تشوف رؤيه القبور في المنام تقوم مفزوعه جدا من المنام ده وتتخض. لسه كنت قاعده مع ضيفه ليكي من شويه بتتكلم برضو وبتقول لي انا شفت رؤيه القبر، فقلت لها بلاش ننزعج قوي لما نشوف القبر كده، خلينا نتكلم عن الحلو فيه الاول وبعدين نبقى نتكلم عن اللي مش لطيف. اولا لو بنوته شافت انها دخل قبر مثلا، بس يبقى في مكان معلوم او مش في حته مثلا في صحراء او مكان مجهول مبهم بالنسبه لها، ده معناه ايه؟ ده معناه جوازها. ليه؟ لان احنا عندنا دايما البنوته بتنتقل من دار باباها بيت باباها لبيت الزوجيه، والموت عباره عن ايه؟ او دخول القبر هو الانتقال من دار الى دار، من دار الدنيا الى دار الاخره. فالناس تتخض وتفزع لما تقول لك انا اصل شفت نفسي داخله قبره، وتبقى لسه بنوته ما اتجوزتش، وكمان الراجل نفس الحكايه بالنسبه له. كمان البناء بقى للقبر، حد يشوف نفسه بيشيد قبر او كده او عمال يبني فيه، ده معناه ايه؟ بص يا رضوى، يا اما فرج من ازمه شديده للغايه، يا اما هيبني بيت او يكون عنده ناوي انه يبقى عنده عقار، شقه جديده، مكان جديد علشان يسكنه. فده بالنسبه له امر بيبقى محمود جدا، واحنا طبعا في المقام الاول اتفقنا ان حيل الراي مهم جدا بالنسبه لنا في التاويل. طيب احيانا القبر بقى لو رحنا للجانب الثاني بيبقى سجن او ضيقه او حبسه بالنسبه لو لقينا القبر في مكان مجهول وانا دخلته وحاسس اني مت وخلاص منزوع الروح، بتقوم تقول الرائيه كده، تقول انا جوه وميته وخلاص وحاسه ان الملاكين هينزلوا هيحاسبوني. في المقام الاول لازم ابتدي اراجع امورها، قربك ايه من ربنا، عامله زي مع ربنا، دي اول حاجه بسالها. تمام والامور تمام، على طول اقول لها لازم نخرج الصدقه لان دي ضائقه شديده للغايه انت هتمري بيها. خرجت يبقى خروج من الازمه دي باذن الله تعالى. احيانا تيجي تقول لك شفت اني بدفن باخد بابا يبقى حي عايش، بابا او ماما، وبحطهم في قبر بدفنهم بايدي واخدهم وبدفنهم، معناها ايه؟ برضو حال الراي هنا، يا اما انت عاقه جدا وبتلغيهم من حياتك تماما ومش عايزه لهم اي دور في حياتك، يا اما هم هيمروا بوعكه صحيه شديده جدا جدا. حد يشوف نفسه ماشي فوق القبور، ده في مخالفه شرعيه كبيره هيقع فيها الراي، ولازم يبقى واخد باله من تصرفاته علشان ما يقعش في الغلط. فدي كده المجمل لرؤيه القبور في الحلو وفي الوحش. والله ما هي برضو يعني مش هعلق بقى بلاش، خلي الحلقه تعدي كويس. هعلق بعد ما هخلص. انا عارفه انت عايزه تقولي دار الدنيا دار الاخره، من بيت بابا لبيت بيت حاجه، لا مش دعوتي اللي بتقولي. طيب سهام بتقول حلمت ان زوجة اخي احضرت لنا صورة كبيرة للحرم المكي، كان يوم خميس وبكرة الجمعة، وجدنا نفسنا انا وامي واخي وابي بالحرم المكي نصلي صلاة الجمعة، وانا امشي داخل الحرم قابلت خالتي اسمها انيسة وزوجها اسمه الطيب، انيسة والطيب، صليت ركعتين وقلت سبحان الله، امبارح احنا بالبيت واليوم احنا بالحرم بسهولة، وكانت قدامي بنت شقراء غير محجبة.
طيب حلو قوي. هي انسه. وانا لسه كنت هقول لك بصي رضوى هي كده مبدئيا واضح انها اصلا غير متزوجه. اولا بالنسبه لاني اشوف صوره الحرم كصوره، امر الزياره في الاعتمار او الحج هيطرح عليهم بالفعل، هيبقى فيه كده ان شاء الله امر زياره، بس اول ما هيبتدي يبقى تمام ونستعد للزياره هيحصل حاجه هتؤجل الامر ده. هو مجرد صوره، يعني حاجه عدت عليا مش حقيقه، يعني نويت وكل حاجه اني هزور بس ما حصلش وما زورتش، حصل بقى عطل اي حاجه عندهم لظرف ما فتعطل ده. ولكن بعد كده هو هيبقى امر مؤجل، يعني مساله وقت، وبعد كده هيحصل زياره لبيت الله الحرام. طيب الدلاله الثانيه بقى او الجزئيه الثانيه ايه؟ هي بنوته لسه، ده امر زواج لدخولها الحرم، واحنا اتفقنا ان لفظ حرم بيطلق على الزوجه ونقول فلانه حرم فلان، فهي دخلت الحرم ولقيت مين؟ انيسه. ما هو الزوج والزوجه المفروض انهم كل واحد انيس للاخر، تمام؟ يعني ده المفروض طبعا. ايوه معاك. امال ايه؟ طبعا تمام. والطيب واللي هو يبقى هو يبقى راجل طيب بالظبط، هيبقى يعني الله اكبر على خير باذن الله. اكبر الله اكبر. معايا مين؟ معايا مين؟ يا نونو. نونو الو، ازيك يا نونو؟ نورهان. ايوه مع حضرتك. ازيك يا روح قلبي؟ ازيك يا رضوى؟ عامله ايه؟ انا كويسه حياتي، بحبك قوي يا رضوى قوي. انا كان بموت فيك. قولي يا نونو بقى، عايزين ايه حلم نفسره؟ بصي حبيبتي، انا كنت حلمت ان انا نايمه، حلمت انها نايمه وكان كعب رجلي مشقه وكعب رجلي مشقه وخشن وجوزي وجوزها يعني جاب ميه وغسل لي رجلي وفضل يعملها لي بمرطب ويحك لي رجلي بالحجر الاسود ده، واللي انا صحيت لقيتها ناعمه وحمره جدا، واللي انا كنت فرحانه جدا من يعني من جمال كعب رجلي، وان انا ان كل التشققات والوجع اللي كان في رجلي راح. انت متزوجه؟ انا متزوجه وعندي 26 سنه وعندي رهف ومحمد. ربنا يخليهم لك يا روح قلبي. ماشي يا نور. هو واضح اولا ان المنام بتاعها حلوه قوي قوي، بس تاخد بالها بقى من خطواتها الجايه. بصي انا بختار اللفظ ايه يا رضو؟ خطوتها الجايه، لان الكعب بيشير الى خطوه هي هتخطيها، الخطوه دي سيئه جدا وغلط وما ينفعش انها تخطيها، بس جوزها اللي هيعدل وراها الامر ده، هو اللي هيبتدي يوجهها التوجيه الصحيح، لان هو اللي غسل رجلها، هو اللي شال التشققات اللي في كعب الرجل وخلى الرجل بقت ناعمه جدا، فهي هتخطي خطوه غلط او هتاخد قرار غلط في حاجه معينه، فهو هيرجعها عن الخطوه دي ويبتدي انه يعدل عليها، والتعديل هيبقى محمود باذن الله. ناخد هايدي. هايدي 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 هايدي. طيب هادي ما بتردش. طب ثانيه واحده ثانيه واحده بس، عشان احنا في 1000 حلم. طب هاخد شويه بس ثانيه واحده. المنام بيكرر كتير كتير، انا دايما بشوف اني بحاول اقفل باب شقتي وما بيتقفلش، مهما ازق فيه واحاول ما بيتقفلش، وانا متزوجه وعندي بنتين، ارجو التفسير. طيب بصي يا رضوى، هي اولا موضوع الخصوصيه عندها، مهما حاولت انها تبقى قافله على نفسها هي برضو بتتكلم وبتقول وبتطلع الغير على اخبارها باي شيء ايا كان، باي طريقه ايا كانت، هي شايفه انها مش معرفه الناس حاجه، لكن لا، هي معرفه الناس حياتها او في حاجه على الملأ بتشاركها مع حد على الملأ، حتى ولو احنا قلنا حتى لو الانتيم اللي بييجوا يقولوا ما فيش غير الانتيم بتاعتي اللي انا بقولها، لا ما تفتحيش حياتك على الملأ كده، وحاولي تقفلي بابك على نفسك وبلاش، يعني خلي شويه خصوصيه في حياتك. طيب ناخد شيماء. شيماء ناخد عائش. ازاي حضرتك؟ ازيك يا شوشو؟ الحمد لله، انا مش مصدقه والله ان انا بخلف. روح قلب مامي، انت نورتي الدنيا كلها. قولي لي يا روحي حلمنا ايه؟ انا حلمت ان انا كنت في بسين، كنت داخله بسين بس بسين غرقت في البسين. غرقت في البسين. تمام. انت متزوجه ولا غير متزوجه؟ انا عائشه. انت عائشه؟ متزوجه؟ لا انا عندي 15 سنه. عندها 15 سنه. طيب. الاخبار بتاعت وقت ما شفتي الرؤية، كنت وقت دراسه ولا كان في اجازه عادي؟ عائشه لما شفتي الحلم ده كنت بتدرسي ولا كان في الصيف؟ لا ده من يومين. لا لسه ما بدات. من يومين لسه ما بداتش. طيب
طيب يا عائشة، بصي يا رضوى، احنا اتفقنا حال الرأي، وهي سنها طبعا ملهوش علاقة، لا يناسب أمر الارتباط والكلام ده كله، فالأمر بتاعها إيه هنا؟ تاخد بالها كويس قوي، لأنها الفترة اللي جاية الحقيقة أمر الدراسة شوية، لأن ده اللي ماشي مع حياتها إنها بتدرس في الوقت الحالي، فهي وقعت في البسين، الوقوع في المية والغرق في المية ده بيبقى حاجة متعلقة بالوقت أو الشيء اللي بيمر بيه الرأي. لو متزوجة هقولك الغرق وقتها هيبقى خلاف جامد جدا في الحياة الزوجية، لكن بما إنها لسه صغنونة فهي لا يشغلها الآن إلا أمر الدراسة، فهتبقى مشكلتها أو الغرق ده الهيصة بقى بتاعتها والدوشة بتاعتها تبقى فيه، تبقى جوه أمر المذاكرة، فلازم تاخد بالها كويس قوي ومن دلوقتي تطلع صدقة، علشان ده ممكن يقع، لأن في ناس تقولك إيه أصل أنا دلوقتي ما فيش الكلام ده، لا ما هو مش شرط دلوقتي، ما هو ماضي وحاضر ومستقبل، الرسالة مش شرط تبقى عن الوقت اللي أنا بتكلم فيه، فناخد بالنا في الحاجات اللي جاية بإذن الله تعالى، وتطلع الصدقة وتشد حيلها إن شاء الله وما تتعرضش. إن شاء الله. نجوى، أنا مش لاحق أقول ولا كومنت يا نجوى، إديني فرصة يا ستي، جمهورنا هنا جمهور. نونو، شكل يا جماعة أنتوا عندكم مشكلة في خط من الخطوط، مظبوط؟ مظبوط مظبوط. طيب طيب يا نجوى. ايوه. ازيك يا نجوى؟ الحمد لله. قولي لي يا نجوى بقى، عندنا ايه حلم عايزين نفسره؟ الاول انا بحبك جدا، روح قلبي انا وانا كمان بحبك، بقى لي 5 سنين نفسي اكلمك، يعني انت نورتي الدنيا، انا اتشرفت اخد رقمك واكلمك يعني. طب انت ممكن انت تسيبي رقمك وانا اكلمك؟ خلاص ماشي. انا اتشرفت يا روحي. قولي لي يا نونو عايزه تفسري ايه؟ انا على طول من وقت للتاني بحلم على طول بالحلم متكرر، يعني حلمين، ان انا على طول ان انا هسافر بس مش قادره ارتب شنطتي، مش قادره ترتب يعني شنطتها، وفي نفس الوقت ان انا على طول من فتره للتانيه ان انا بيبقى في امتحان، عندها امتحان، امتحان مفاجئ وما بعرفش احل، وكمان بره حتى لو في غش مش بعرف اغش، ولو في غش مش عارفه. انت متزوجه ولا غير يا نونو؟ شكلك متزوجه. مطلقه. مطلقه، هي صوتك هنا عادي. طيب الحلم ده وانا متجوزه وانا مطلقه، يعني الحلم ده وهي متجوزه وهي مطلقه. طب فرفشي يا نوجه، فرفشي وسيبي لهم تليفونك يا حبيبتي في الكنترول. بصي الاولاني يا رضوى هقول لك حاجه، الاولاني يخص الوضع طبعا اللي هي بتمر بيه، اما التاني كلنا شفناه، المنام التاني بتاع الامتحان ده كلنا لو انت رجعتي بزيني كده تلاقي ان انت موضوع الامتحان ده حلمتي بيه وانك عليك ستريس كده لا بس يعني مش عارفه تحل، وفي غش حواليها وهي برده مش عارفه تغش، ومش هتعرف تغش، وممكن تروح متاخر. الاحلام بتاعه الامتحان دي كلها متكرره، دي عاديه، عاديه جدا، وده علشان سنين بتاعه الدراسه كلها اللي اخذناها اختزنها بقى العقل الباطن، فبتطلع من وقت للتاني عادي جدا والأولاني. جدا. لكن مش ده معناه ان كل رؤيه امتحان يبقى كده، لا طبعا في رؤيه امتحان بتبقى حاجه لازم ابتدي ارد فيها الرأي عن ذنب معين، او ممكن يكون في تقصير عن طاعه. اما الاولاني ده هو مرحله انها تنقل نفسها، هي مرت بفتره ما كانتش عارفه انها تستقر وتعمل نقله معينه في حياتها ببعض الظروف، هي حاولت انها تعمل شويه ظروف عشان هي عايزه ترتب الشنطه، بس مش عارفه ترتب الشنطه بتاعتها. الشنطه بتاعتها دي حياتها هي الشخصيه، لان الشنط سواء بتاعه السفر سواء شنط اليد هي حاجات فيها بقى حاويه لحاجاتنا احنا الشخصيه وملابسنا والكلام ده كله، فالشنطه بتاعتها اللي مش عايزه تترتب دي حياتها هي الشخصيه، حاولت انها تظبط فيها وما عرفتش، علشان تسافر علشان تنقل حياتها النقله، لان السفر انتقال من مكان لمكان، حاولت وللاسف فشلت، وجالها اكتر من رساله بتقولك بحلم بيها على طول واتطلقت وانفصلت بس حمتها الشنط خير ان شاء الله ربنا يكرمك وتحلمي بشنطه احلى من الشنطه اللي قبلها يا رب. طب هاخد اسراء وبعدين هاخد الناس اللي على الفيسبوك يا جماعه. يا اسراء. يا دود. ازيك يا سوسو؟ ازيك يا سوسو؟ انا بحبك قوي حبيب قلبي مامي. انا كمان. قولي لي يا بنتي سوسو كده بنعمل ايه كده؟ عندنا حلم شنط ولا حاجه ولا بتاع ولا؟ هقول حلمت ان بنات خالي جم عندنا ماشي في بيتنا، يعني احنا عزلنا من بيت فهم كانوا عندنا في بيتنا القديم، ماما جابت لي بنتي يا سوسو. انت عندك كام سنه يا بنتي يا سوسو؟ انا عندي 22 سنه حبيب قلب مامي. انت كوكو اخلفها عادي والله العظيم. قولي يا روح. ببيتنا القديم ماما جابت لبنت من بنات خالي بوكيه ورد، البوكيه من بره لونه ازرق غامق والورد نفس لونه احمر. بعد كده انا رحت عند بنات خالي، بنت خالي جابت لي بلالين
لونها ازرق وفي بالونه منها لونها احمر عليها صورتها، فبقول لها انت حاطه لي صورتك؟ قالت لي لا ركزي كويس هتلاقيكي، يعني هتلاقيكي موجوده. فلما بصيت لقيت صورتي وصورتها في نفس الصوره. بس سؤال بقى، سوسو استني يا سوسو استني، انت معلقه امل على شخص معين انه يجي ويتقدم وكده؟ قولي يا سوسو. لا خالص خالص سوسو، كلمي مامي يا سوسو، قولي قولي. لا والله العظيم مفيش حد خالص. طيب حاضر. طب مفيش اي حد عايز وانت مش لا خالص خالص. ايه يا سوسو؟ بس بقول لك برافو يا سوسو. انبستي انبستي واشتغلي بقى، ها اشتغلي يا سوسو. بصي هقول لك على حاجه يا رضوى، الخيل زارهم ومعاه البوكيه بتاع الورد، وكمان بنت الخيل جابت بقى بالونات. اولا هيبقى في حاجه يعني من اتنين، يا اما لو الخيل عنده من الابناء اللي يعني يناسبها هيتقدم على اساس انه يعني ياخد بقى من بيتهم، سواء هي سواء حد من بيتهم بشكل عام، يا اما هيجي حد من طرف الخيل، ان الخيل يبقى له جار صاحب اي حد فيرشح بنت اخته للحد ده. بس خليني أقولك يا رضوى إن الموضوع أول ما هيبدأ هيبدأ ببهجة، وهبقى مبسوطة وهبقى تمام جدا، بس الموضوع في الآخر هينتهي على بالونة. علشان هوا. على بالونة في رأيك فيها. علشان هوا. هقرا البوست وهاخد ايمان، هقرا البوست. شمس، شمس دوحة، وانا عارفه شمس، انا عارفاك يا شمس، انت من فانز بتوع البرنامج وانا عارفاك اي لاف يو وبحبك. حلمت من شهرين كذا حلم جميل، حلمت ان انا كنت معك حبيبتي رضوى يا روح قلبي واطفال كتير حوالينا. يا ريت الاستاذه اسماء تفسر لي الحلم. اي لاف يو شمس. لسه بتقولي ايه من الفانز بتوعنا ودائمه كده على البيج، فهي زياده محبه في انها تشوفك او تبقى قاعده معاكي، فهي شافتك من كتر ما هي متعلقه بيكي فهي والأطفال شافتك كتير. ولا اي حاجه هي مفيش موضوع. لا طيب ناخد ايمان. يا ايمان مساء الخير يا روحي. مساء الخير. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك انت يا روح قلبي؟ انا بحبك قوي قوي حبيبتي، انا بحبك اكتر اكتر كتير والله بموت فيك. ربنا يخليك يا روحي. قولي لي يا منى، ده اصلا اللي بكلم حضرتك يعني. لا حضرتك انا 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 اختك وحضرتك اختي وانت ببوس بحبك. قولي لي عايزين ايه نقول ايه؟ حضرتك انا دايما هسال بس دكتوره الاستاذه اسماء. اتفضلي استاذه اسماء، هسالها بس. انا دايما بحلم ان انا بقى من مكان عالي. تمام. دايما بتحلم انها بتقع من مكان عالي. بقع من مكان عالي. حاضر حاضر يا حبيبتي. بصي يا رضوى، طالما اتقالت من الراي كلمه دايما يبقى في عندي بعض الضغوط النفسيه في حياتي، طالما كلمه دايما بيتكرر عليا ده كده محتاج دكتور، مش محتاج تفسير احلام، محتاج ان انا افرغ الضغوط او الشحنات اللي ببقى عايشاها، حاجات معينه تعباني مضايقاني اختزنتها، فبتبتدي تطلع رؤية. على فكرة احنا ممكن نتكلم عنها مرة تانية ان شاء الله، الحاجات اللي ممكن تشير بقى للحاجات والضغوط النفسية زي الهرب يا رضوى، وزي احيانا الاغتصاب والوقوع من دور عالي، الحاجات دي كلها بيبقى حاسس فيها الرؤية او الرؤية انها مقهورة او مظلومة او في حق عايزة تجيبه مش عارفة تجيبه. ايه بس في احلام تانية صحيحة، لان انا لما كلمت قلت لك وقعت من على السرير. حال الرأي هنا ماما كان الرؤية كلها كانت اصلا خلينا ممسكين في نفسنا. ياسمين. ايوه استاذه رضوى، ازيك يا روح قلبي؟ انت انا اول مره اكلم حضرتك بس انا مبسوطه قوي بجد والله. حضرتك انت زي بنتي، فحضرتك تكلمي وقت ما انت عايزه عشان تبقي عارفه. كلمينا كل حلقه يا ياسمين. ربنا يخليك روح قلبي، بجد غيرتي حياتنا كلنا اصلا 180 درجه. انا بحبك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ممكن اكلم استاذه؟ يلا طبعا اتفضلي معاكي روحي. بصي انا حلمت ان انا كنت داخله محل جرابات تليفونات كتير قوي. جرابات تليفونات كتير محل. الجراب بتاع التليفون بس لونه ذهبي. لونه ذهبي. تمام. ودخلت بعد كده مكتبه كانت مليانه اليما جاف كتير قوي لونها احمر وازرق، الوانات كتير جدا. بعدها ركبت عربيه مرسيدس. تمام. وبعدها دخلت انا وماما بيت كده ما نعرفهوش، كله زهور كتير اللي هي تحف، تحف كتير قوي في البيت عندنا. حلو. وبعد كده دخلت محل بقاله برضو كتير قوي. دول عرسان كتير؟ كتير واسماك وكابوريا وسمك وجمبري، حاجات كتيره قوي. حلو. تمام؟ حضرتك معايا؟ انت متزوجه ولا مخطوبه؟ لا انا عزباء. ايوه في حد عايز؟ لا لسه. ياسمين قولي. أيوة قولي عشان تعرف تفسر. قولي حد عايز؟ حد ايه؟ عايز يتجوز، عايز يخطب، عايز اه 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 اه
تمام. الحلم التاني بعد اذنك. اتفضلي يا روح. بس انا حرمت ان انا كنت ماشيه في شارع تمام ومعايا طفله صغيره جدا لسه مولوده قطه تمام، لقيتها بتنطق من بقي من بقها كده ان هي بتقول ياسمين ربنا يحقق امنيتك، ياسمين ربنا يحقق امنيتك ويجعلك الشرطه من نصيبك، ويجعلك الشرطه من نصيبك، الشرطه من نصيبك. الشرطه انت داخله كليه شرطه؟ اه تمام يا فندم، تمام يا فندم، تمام تمام. شفتي لقيت المولوده دي بتقول كده من بقها وفجاه لقيت ورقه بيضاء مكتوب عليها اسمي، ورقه بيضاء مكتوب عليها اسمها. شفتي الرؤيه دي وقت ما قدمتي ولا كان قبل؟ ياسمين كنت بتشوفي الرؤيه دي وقت ما قدمتي ولا قبل ما تقدمي؟ لا انا دلوقتي حاليا مستنيه كشف الهيئه. يعني دلوقتي مستنيه كشف الهيئه. الحلم ده قبل ما تقدمي؟ لا ده لسه حلمي اول امبارح. لسه حلمي اول امبارح بعد ما انا قدمت. طب يا ياسمين حاضر حاضر، خشي الاول في محلات سمك الجمبري والجواريب وال الاوليني جراب الجراب الموبايل. ما هو هو ده اللي خلاني اسال السؤال و دهبي اللي هو لا تعالي بقى لا في حد دهبي الموضوع ما هو انه جراب بقى خلاص وذهبي. اولا انه جراب وجراب للموبايل، فالمفروض ان الموبايل هو صله في صله بينها وبين حد. الصله دي المفروض ان هيحصل عنها حاله كده انفصال خصام زعل علشان ذهبه من اللون الذهبي خلاص، فهيبقى في قطيعه. بس هترجع تاني العلاقه دي علشان اصلا الجراب هو حافظه للموبايل حل. فالعلاقه دي هتفضل محفوظه تمام، او الصله دي اللي هو بتاعه الفون اللي هي بتاعه الاتصال والوصل هيرجع مره تانية وهيبقى في بينهم وبين بعض وصل يعني بشكل اخر باذن الرحمن. يتقدم بقى او لا العلم عند الله، يعني مش باين عامه اذا كان هيبقى هو صاحب النصيب او لا، عشان بحب ابقى محدده قوي يا رجل. النقطه الثانيه هي ربنا كاتب لها رزق عظيم جدا جدا لانها دخلت المحل مليان بقى بالاسماك والجمبري الجمبري النبات بصي يا رضوى عايزه اقول لك بشكل عام الاسماك والجمبري والكابوري اشوفها بشكل عام حلوه جدا ورزق باذن الله. رزق 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 احلامه بقى يا جماعه بالسمك والجمبري والنبات، مش شرط انه يبقى طبعا فلوس. اي امنيه بتتمناها ونفسها انها تقع او تتحقق بمثابه رزق للرؤيه. المنام التاني بقى اللي هي شافته بتاع البنوتة وبتنطق وبتقول لها ان ربنا حقق امنيتك، هي امنية بالنسبة لها، فهي عمالة تدي لعقلها يا رضوى اوردر بايه، بانه انا عايزة بشارة يا رب، انا عايزة اشوف حاجة يا رب اللي بيها اعرف ان انا عادي كشف الهيئة ده ولا لا، اني اشوف هبقى الكلية دي من نصيبي ولا لا. فبناء عليه هي شافت ادت كده ايه لنفسها، عملت سيناريو جوه المنام من بيبي بينطق وبيقول لها وبيقول لها، ولقيت اسمها على الورقه البيضاء. يا رب ان شاء الله إن شاء يكون الله. هكذا ويكون من المنامات الصحيحه التي تقع كفلك الصحيح ويعمل لك يا بنتي كل الخير والله. ناخد هايدي. انا عايزه الست قدامي هنا عندي ألف وشويه حلو. يا هايدي السلام عليكم. ازيك يا ديدي؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا قلبي. قولي لي يا حبيبتي. انا بحبك جدا يا روحي. انا كمان بحبكم جدا. قولي لي يا ديدي يلا سريعا حلمنا ايه يا روحي. يا حبيبتي انا حلمت ان انا عندي تعبان نازل من فوق الباب، يعني ايه نازل من فوق الباب وانا خفت منه وطلعت من الشباك، شافت منه وطلعت من الشباك، وسبت بنتي في البيت وسبب بنتها في البيت، رحت انادي حماية ابو جوزي وحماتي، قلت لهم تعالي في تعبان في البيت وانام تحت السلم. حماتي يعني ابو جوزي مش عايز يجي غير لما يكمل اكل. ابو جوزي مش عايز يجي. قلت له طب انا تعال عشان التعبان هيقرص بنتي في البيت. لا مش عايز يقوم. قلت خلاص انا هروح انادي جوزي. مين اللي مقصر كده؟ من شغله. حماها. بعد كده اجت حماتي عماله تقول لا اله الا الله لا اله الا الله، التعبان عدى من تحتها. التعبان عدى من تحت حماتك. بقى لونه بقى لونه اسمر في ذهبي. لونه اسمر في ذهبي. بقى ذهبي بنقط بسمر. اول ما عدى من تحت حماتي بقى كبير خالص وطلع له قرون، وحماية بقول له اقتله، امسك الحجر واقتله، وبقول لي لا، وعايز يطلع التعبان من الباب، بقول له اطلع احنا مش عايزين ناذيه. بعد كده التعبان هو طلع عمي من الباب حماية وقال لي انا عايزك انتي. تعبان انا عايزك كده، انا عايزك انتي. وبعد كده صحيت مفزوعة. حاضر يا هايدي. تمام. خليني اسالك الاول. هايدي هايدي ايوه معاكي. انت حبيبتي حد قال لكم قبل كده ان في حاجه معموله لكم في البيت، او في حاجه معطله لكم الدنيا، عامله مشاكل، عامله تفرقه بينك وبين زوجك؟ حد قال لكم الكلام ده قبل كده؟ لا يا حبيبتي مفيش حد قال لي الكلام ده، بس يعني في مشاكل بيني وبين جوزي. في مشاكل ما بيني وبين جوزك؟ في مشاكل بينك وبين جوزك صح كده؟ صح.
طيب حماكي مقصر في انه يتدخل في حل الامور دي اللي بينك وبين جوزك؟ لجأتي له؟ لا هو لما يعني بعوز ان انا احكي له لا بيحل المشاكل بيننا. بيحلها؟ بيحل المشاكل ما بينكو؟ اه. طيب حاضر حاضر حاضر. خليني اقول لك يا رضوى علشان خاطر انا كان لازم اسال السؤال ده الاول عشان خليها تستبعد نقطه ان معمول لها عمل، تمام؟ علشان المنام هي مخضوضه وحسيت منها انها حاسه انها وهي بتحكي المنام انها حاجه تخص الامور دي. لا هو مش كده، هو المفروض انه زوجها اللي هو في البيت اللي هو مارر على البيت هو عدوها جوه البيت اللي معاه المشاكل، مش عدو بقى اللي هو يعني كرهاه وكرهي دي، بس في مشاكل، في خلافات وخلافات جامده جدا. بس هيحصل الاتي يا رضوى، في خلاف هيبقى واقع وهي لازم بس تتريث فيه كده، وبلاش تتسرع وتجري وتسيب البيت وتسيب له البنت وتقول لهم اهي بنتكوا عندكوا وربوها والحاجات اللي بيعملوها، تمام؟ لانها هتسيبها لباباها، ما هي التعبان دخل وسايبت بنتها مع التعبان اللي هي المشاكل معاه، وبعدين هتلجأ لحماتها اللي حماها علشان يحل هذا الامر ويفصل في الامر ده ويردع زوجها عن بعض التصرفات والامور اللي هتبقى فيها مشاكل بينها وبين زوجها. بس الحما هنا هيغزلها، علشان كده انا قلت لها هو بيساعدك او لا، فبتقول بيساعدني. لا في موقف هي هتطلع فيه بره البيت وتبقى محتاجه ان حد يحل الموضوع، بس للاسف مش هيعرف انه ينصفها في الامر ده. طيب هما بيقولوا في تفرق كتير، بس انا معلش يا جماعه عايزه اخد الحلم ده. حنان حلمت زي ما اكون في مكان غريب وكنت عماله اوضف فيه وانضف المكان ده، ولقيت نفسي ماسكه كيس بلاستيك وبلم فيه ريش حمام كتير جدا، وزي حمامه او اتنين تقريبا كانوا ميتين، رحت خدتهم وحطيتهم في الكيس اللي انا ماسكاه. طيب بصي يا رضوى، الحمام الميت هي كانت مستنيه بعض الامور تحصل او تتحقق او تحصل عليها، ولكن للاسف اصبح الامر ده ميؤوس منه. هي حاجه مستنيه بشانها خبر معين، لان احنا عارفين ان في نوع من الحمام اللي هو حمام المراسله، الحمام الزاجل، وكان بيودي ويجيب الرسائل، فبناء عليه هي في بعض الاخبار او بعض الامور اللي مستنيه انها كانت تتلقاها، بس للاسف برضو مش هتبقى موفقه فيها. طيب ناخد اخر تليفون سريعا في ثانيه. مروه. الو مروه، معاكي بحبك جدا وبموت فيكي، معاكي 30 ثانيه تقولي حلمك بسرعه. طيب انا مرات اخويا حلمت لي ان انا لسه خلاص. للاسف الشديد انا حاولت يا مروه حقك عليا، هجيب اسماء سالم الاسبوع اللي جاي. عندك 1400 حلم هنا. انا اول ما دلوقتي بقى 1400 وحاجه حلم. ها ما شاء الله ترد عليهم ان شاء الله. عندك بقى تتسلي شهرين ثلاثه تقعد ترد عليهم. اسماء سالم انت نورتي الدنيا كلها وجزيل الشكر ليكي، بحبها جدا 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 جدا. والحقيقه انه طبعا هي ما لهاش علاقه خالص ب يعني ايه الحلم اللي انا الوحش اللي انا حلمته، لكن هي الحقيقه شاطره جدا في تفسير الاحلام. حلقتنا خلصت، خلص معاهم كمان الثلاث حلقات سريعا بيعدوا هوا. يا رب تكونوا انبسطتم، يا رب تكونوا استفدتم. خلي بالك على روحك، حبيها حبيها بجد وطبطبي عليها، وزني دايما ما بينك وما بين الاخرين، ده شيء مهم. خلي توكلك على ربنا سبحانه وتعالى، وخلي دايما عندك ثقه في الله. خليكي دايما متأكدة ان رب الخير ما بيجيبش الا الخير. لو لينا عمر ان شاء الله بإذن الله اشوفكم يوم الخميس اللي جاي الساعة 6 حلقة جديدة من هي وبس.